الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم وحلقه جديده واحد من الناس في رمضان. ايام رمضان بتجري سريعه جدا. ربنا يعود علينا جميعا بالخير والسعاده. رمضان كريم عليكم جميعا يا جماعه. مساء الفل. اخباركم ايه؟ كويسين؟ النهارده عندنا رحلات طويله، خلي بالكم. زي ما انتم عارفين حضراتكم، احنا كل يوم في واحد من الناس في رمضان بننزل بنعمل فقرتين. الفقره الاولانيه بندور على اجمل ناس في مصر اللي هم عمال مصر، عشان نروح لهم في المشروعات القومية اللي بيبنوها ونقول لهم متشكرين، كتر ألف خيركم، رمضان كريم عليكم. والفقرة التانية بتبقى دايما بنلف فيها في محافظات برضو مصر كلها عشان نشوف الناس الطيبين ونقول لهم رمضان كريم، ونحاول نحقق لهم أمنياتهم وأحلامهم. النهاردة عايزين نروح فين النهاردة؟ انت عايز تروح فين النهاردة؟ في مشروع بتبني اسمه مشروع 2350 فدان في حدائق العاصمة. تعال نروح نبص عليه. ماشي؟ ماشي. ونشوف لك مكانه على جوجل ونشوف العمال اللي بيبنوه هناك. اوكي؟ ماشي. انتوا عارفين ان منطقة 2350 فدان في مدينة حدائق العاصمة دي يعني بيعتبروها اهم مشروع خدمي يمكن في المدينة. اللي بقى فيها مجمع خدمي متكامل للمواطنين، جوه يمكن مكتب تصريح عمل، في مبنى ملحق للخدمات، وفيها اسم شرطة، وفيها وحدة مطافي وسجل مدني وجوازات وتجنيد وغيره. السلام عليكم. رمضان كريم. الله أكرم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم رجالة. اخباركم ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله تمام. الحمد لله. احنا هنا فين؟ هنا مجمع شرطي في مدينه حدائق العاصمه. على مسطح 10000 متر. في مبنى اسم الشرطه، ومبنى خدمات مواطنين، ومبنى ملحق خدمات، ومبنى الامن الوطني، ووحده دفاع مدني بيخدم المدينه. خدمات المواطنين فيها سجل مدني وجوازات لخدمه المواطنين. احوال مدنيه اداره التجنيد. عظيم، يعني مدينه متكامله ما شاء الله. مشروعات متكامله. اتعرف بقى بحضرتك بقى. مهندس احمد اشرف، المكتب القومي لبحوث الاسكان. منين؟ انا من زقازيق. زقازيق. نعم. عندك اولاد قد ايه؟ عندي ليان 3 سنين. بتروح تفطر معانا النهارده ولا انت؟ بنروح زقازيق ونيجي كل يوم. وحضرتك منين؟ مهندس انا من اكتوبر. اكتوبر. إيه؟ مهندس رامي، مدير مشروعات الشركه. اولاد قد ايه؟ عندي بنتين، تالين ودانيا. ما شاء الله. نفسك تطلعوا ايه بقى لما تكبروا؟ يعني ان شاء الله دكاتره ومهندسين. ان شاء الله. صباح الفل. صباح الفل يا رمضان باش. كريم. الله اكبر. اتعرف بحضرتك. محمود عبد الله. منين حاجه؟ من جنة يا باشا. اهلا وسهلا. اهلا. شايف سيادتك هنا؟ الحمد لله. انا امن هنا ما شاء الله. اهلا وسهلا. في اولاد قد ايه؟ عندي 4 بنات، ناريمان وسحر ومرفت وصفاء. ما شاء الله، ربنا يخليهم. وانت طيب في حياتك. الله يخليك. حضرتك مين؟ انا من الشريط. حضرتك ايه؟ احمد. سهل يا احمد. انا عامل انا حضرتك. اهلا وسهلا. انا بحضرتك. حضرتك عواد سالم من الدقهلية. الدقهلية. سالي هذا عامل. وحضرتك؟ انا احمد سالم رئيس عمال. اهلا بيك. حبيبي ربنا يخليك. من المنصوره. في اولاد قد ايه؟ 3 ولد وبنتين. مين ومين ومين؟ ساهر وندى وأميرة. عندهم قد ايه؟ يعني ساهر 13 وندى 8 وأميرة 2. نفسك بقى لما يطلعوا يعملوا ايه؟ والله يكونوا حلوين. حلوين. والله نفسي يكونوا كويسين يا رب ان شاء الله. سخيف معك فوز ومصر. والنبي خلي بالكم الله يكرمكم، انا مش عايز الشمال بايظه. اتعرف عليك. فوز رمضان بن محمد منصوره. فندم منصوره. بتسال ايه؟ شغل عامل. عامل؟ عندك اولاد قد ايه؟ لسه ما اتجوزتش ان شاء الله. يلا شد حيلك. حضرتك محمد سعيد باشا منوفيه. بتسال ايه؟ سواق. وحضرتك؟ احمد سلام من منصوره. بتسال ايه حضرتك؟ مشرف واداري في الشركه. في اولاد قد ايه؟ في بنتين. مين ومين؟ فاطمه واسماء. عايز تقول لهم ايه بقى؟ ابعت لهم رساله تقول لهم ايه؟ اقول لهم ربنا يحفظكم ويصحح لكم. وفاطمه في رابعه كليه تربيه عام كيمياء، واسماء ان شاء الله في ثانيه. يا رب ان شاء الله. وحضرتك اتعرف عليك؟ استاذ عمرو، انا عماد السيد، نجار مسلح، شغال هنا في الموقع. منين؟ من الشرقيه. الشرقيه. الزقازيق. تيجي على الفطار كده تقول يا رب عايز ايه وانت بتاع وانت شغال هناك؟ ربنا يرزقنا كل يوم يا رب. ما اقعدش ولا يوم يا رب. بس ان شاء الله. طب بص، انا مش عايز اعطلكم، احنا جايين كده يعني نحاول نقول لكم شكرا على اللي انتم بتعملوه، ويعني ونسلي صيامكم كده 5 دقايق كده بنمشي. والاسئله دي اسئله بسيطه ولذيذه كده ومكافئاتها على طول. جاهزين؟ جاهز. طيب ايه هو لقب النادي الاهلي؟
ايه هو لقب النادي الاهلي؟ لا ها هم بيسموهم ايه؟ ايوه الشياطين الحمر. تعال اسمك ايه؟ احمد. مين اللي قال شياطين حمر؟ تعال اتفضل. 1000 جنيه هديه من واحد من الناس. اتفضل. شكرا. طيب ولقب نادي الزمالك؟ ها؟ فن والهندسه. تاني فن والهندسه مظبوط. برافو عليك مبروك. 1000 جنيه من واحد من الناس. طيب ولقب نادي الترسانه؟ الشواكيش. ايوه الشواكيش. يا سلام. تعال اتفضل. 1000 جنيه من واحد من الناس. طيب ولقب نادي الاسماعيلي؟ درويش. مين اول واحد قال درويش؟ درويش. ها تعالى يلا لسه في فرصة. 1000 جنيه نادر حضرتك. طيب ولقب الاتحاد السكندري؟ يعني الصعب. ها يعني زعيم. تعالى يلا مبروك. 1000 جنيه دي برنامج. طيب الفنان الكبير عبد الرحمن ابو زهره ربنا يديله الصحه كان اسمه ايه في مسلسل لن اعيش في جلباب ابي؟ تعالى مبروك. 1000 جنيه من برنامج. طيب مسلسل الحاج متولي برضو الله يرحمه الفنان نور الشريف كان اسمه ايه في المسلسل الحاج متولي؟ متولي سعيد. متولي سعيد. تعالى متولي. مبروك. 1000 جنيه دي من واحد من الناس. طيب مين بطل فيلم الرجل الثاني؟ احمد زكي الرجل الثاني. تعالى رشدي اباظه مظبوط. اسمك ايه؟ انت منين؟ من اسيوط. سهل ايه؟ من باد محاره. طيب الله ينور عليك ويفتح عليك. اتفضل. 1000 جنيه دي من البرنامج. طيب مين بقى اللي عمل فيلم الرجل الثالث؟ احمد زكي. تعالى. منين؟ سيد صلاح. تشتغل ايه؟ جهاز حديقة العصر. طيب يا سيدي مبروك. 1000 جنيه هديك. ماشي. مين هو اول الخلفاء الراشدين؟ ها؟ ابو بكر الصديق. مين قال اول واحد؟ ابو بكر الصديق. تعالى ابو بكر الصديق. 1000 جنيه هديه من برنامج. انا بشكركم جدا جدا. انا عطلتكم. رمضان كريم معاكم وربنا يسعدكم وبشكركم لان كنتوا في ايام رمضان وفي عز رمضان قاعدين بتشيدوا وتبنوا عشان البلد. شكرا جزيلا. رمضان كريم عليكم. عايزين مني حاجه؟ احنا كان نفسنا نشوفك من زمان والله العظيم. انا سعيد اني شفتكم النهارده. استاذنكم كل سنه طيبين ورمضان كريم ان شاء الله باذن الله. الحمد لله زي ما شفنا في منطقه 2350 الفدانة الخاصه بحدائق العاصمه رجاله زي الفل. أجمل ناس في مصر بيبنوا بيعمروا مصر. ربنا يحفظهم لمصر.